له امبارح قلت له كون قوي، قلت له ما فينك تضعف، قلت له ما بيصير تضعف انت، نحن كلياتنا بنقوى فيك. صح. بدي اياك قلت له انت تكون قوي لانه نحن بنشد ظهرنا فيك. صح. نحن بنقوى فيك. قال لي يلا، قال لي كلمه حرق لي قلبي. انا قلت له لابو وديع اذا بتقبلنا نكون كلنا محل وديع، احنا كلنا اليوم ولادك وكل الناس اللي بيحبوك وعم بيعزوك هني محل وديع، كل شخص فيهم هو وديع وسوف، بفتكر هيدا اللي حيقدر يوسيه وهيدا اللي حيخليه يتخطى المحنه، وقبل كل هيدا ايمانه، لانه ابو وديع انسان مؤمن جدا، ومثل ما تخطى خساره والدته وخساره والده اكيد اليوم الولد بيكسر القلب، ولكن هو اقوى كان من كل المحن واقوى من المرض، بفتكر رح يتخطاها بوجود المحبين والناس تحب منه بإيمانه. الله يرحم وديع، وديع صديق عزيز وغالي، إن شاء الله نفسه بالسماء.